هل يجوز أن أدرس في جامعة فيها اختلاط الطلبة مع الطالبات مع العلم أني أريد أن أدرس الشريعة؟ لا ما يجوز هذا، لأن هذا منكر، الاختلاط منكر وفتنة، لا يجوز لك تدرس ناس مختلطين من رجال ونساء، لأنك إذا درستهم معناه أنك أقررتهم على ما هم عليه ورضيت بما هم عليه، فلا يجوز هذا. نعم.